السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إخوان، كما دائما كما كتعرفوا ملي كتبان لينا شي نوع ديال العقار في طنجة أو في النواحي، حنا كنحاولوا نصوروها ونزلوها لكم في اليوتيوب، وانتم عليكم إلا باشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم. كما كتعرفوا كاينين انواع ديال المنازل او الانواع ديال القطع الارضيه، وحنا كل مره في كنصوروا. اليوم حنا كنتواجدوا في التجزئه اللي كاينه في العوامه اللي معروفه بالبحيره اللي ديجا صورت فيها الفيديوهات. اليوم الاخوان غادي نشوفوا هنا جوج ديال القطعات كيتواجدوا، وحده هي هذه وحده هي هذه. كاينين جوج ديال القطعات، هذه فيها 68 متر، هذه فيها 70 متر. مساحة صغيرة، مساحة مزيانة. هنا أكثر دابا الناس كيقلبوا على المساحة اللي هي صغيرة باش كيقد عليها البلي. كما كتشوف هاد الدور كاملين هادو فيهم 70 ديال المتر، كاين اللي فيها 70، كاين اللي فيها 65، كاين اللي فيها 75. المساحة كيتما كتختلف على حسب الطريق وعلى حسب كما يمكنش لنا كل واحده والمساحه ديالها. بالنسبه لهذه الاخوان كما قلت لكم كتواجد في التجزئه ديال البحيره اللي كاينه في العوامه، اللي هي معروفه كلشي الناس كيهضروا عليها وكلشي الناس كيعرفوها، وبزاف ديال الاصدقاء والاخوان والعائلات شارينا من الناس ديال اوروبا ديال الجاليه. اكثريه هنا الناس ديال الجاليه راه كيشريو وكيبنيو هنايا. هنا بلاصه هنايا الصراحه الكالم وتجزئه مامنه، وبلاصه الصراحه جات هنا الهدوء، ما كاينش لان جات خارجه شويه على المدينه. الناس دابا اكثريه كيبغيو بلاصه اللي هي فيها الكالم، كيهربوا من الصداع ديال المدينه. كما كتشوفوا هنا كاينين الناس ساكنين ها هما، الكالم والهدوء مدخن. وهنا الاخوان كاينين كما قلت لكم الشارع ديال 12، هذا الشارع ديال 12 ها هو، ها هو من هنايا خارج من هنا، عاود ثاني طالع من هنا وداير من الفوق. كما كتشوفوا بلاصه مزيانه، غادي نحاولوا نقربوا شويه. حاول الاخوان بارطاجيو الفيديو الله يخليكم، بارطاجيو باش ان شاء الله كلشي غادي يستافد. يمكن غادي يكون عندك واحد الاجيله بارطاجيتي وشي واحد استافد تكون انت السبب، لان كاينين بعض الناس كبارين، لان دابا انا شكون يتابع لي الناس اللي هما بالعقل ديالهم ماشي ديك البراج صغارين. حنا دابا كنخدموا مع الناس اللي بعقلهم، وكاين ناس كبار مساكن ما كيعرفوش شنو هو الابوني او شنو هو الاشتراك او شنو هو البارطاج. هادشي اللي كاين، انتم حاولوا بارطاجيو، ما تبخلوش علينا. كما حنا كتشوفوا حنا كنمشيو في الشمس، ها انتم كتشوفوا والله العظيم الا الشمس كتعض. تبارك الله اليوم واحد الحراره هي زايده شويه، وخا هيداك حنا كنمشيو كنبعدو ولكن ماشي مشكل، الانسان خدام على راسو، وحنا عاوتاني كنتعاونوا مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين الاخوان. كما كتشوفوا هاد القطعات هادو راهما هادو، كما كتشوفوا وحده هي هادي وحده هي هادي. هاد الروكار ديال الماء هو اللي كيفرق بيناتهم، هاد الروكار ديال الماء هذا هو اللي كيفرق بين هادي وهادي. معناتها الاخوان ها انتم كتشوفوا الاخوان الصراحه هنايا جاو القطعات مجلسين وبلاصه مفجه كما كتشوفوا. ها هما الناس راه بانيين، ها هما الناس بانيين، ها هي اخرى بانيه، ها هي اخرى عاود كاينين جوج ولا ثلاثه تما، كلشي باني. وعاد هادي هاد القطعه هادي راه حسن من ديك الشارع هذاك، علاش؟ لان هادي جات مشمشه، ها هي كما كتشوفوا جات مشمشه. كتشوف ملي كطلع الشمس من هنايا، من هنا كطلع الشمس ديريكت، كتضرب فيها الشمس ديال الصبح، احسن شمس هي ديال الصبح الاخوان. سبحان الله العظيم كل واحد شنو كيقول، ما عرفتش دابا هادشي انا تخربقت. كاين اللي كيقول لك مزيانه اللي كتشوف الغرب، كاين اللي كيقول لك مزيان اللي كتشوف من الشمس. ما دابا كل واحد والعقليه ديالو، كل واحد والراي ديالو، كل واحد. حنا المهم كنعملوا لي علينا، وانتايا وانتوما كل واحد يمشي على حسب شنو باغي. كما كتشوفوا حنا قرابين الطريق ديال تطوان، ها هو هاد الطريق، هادي هاد القنطره، هادي هاد الطريق، هادي اللي تبعناها غادي يخرجنا حتى الطريق ديال مغوغا، المرجان ديال مغوغا. ها انتوما الاخوان فين كاين الترامبيا، هذا هو الرومبوان كيدي اتجاه ديال المرجان ديال مغوغا، وكتخرج بحالك اتجاه ديال تطوان. كما كتشوفوا وهذه منطقة ديال العوامة، هنايا كاينة منطقة العوامة، وهذه بلاصة الإخوان بلاصة مزيانة تما كتشوفوا راه كلشي باني هنايا. ومن بعد غادي نخرج نوريكم الخرجة ديالها باش تعرفوا فين كتواجد بالضبط. كما كتشوفوا الإخوان اللي بغاها الإخوان مرحبا به،
انتم كتعرفوا حنا كنخدموا بالمصداقيه، ما كاين لا حتى شي حاجه زايده ولا ناقصه. كنعطيكم الاثمنه ديال اللي كيعطيوني الناس، وانا كنحاول عاد كننقص ليهم باش كتيسر الامور، ان انا الربح ديالي هو التباع ماشي الربح ديالي، مش انا نخسر الوقت ونخسر المازوط ونخسر انتم كتعرفين، باش نبقى نشوف فيه انا الربح ديالي. واخا كيقول مثل اللهم القليل مداوم ولا كثير مقطوع، فهمتي؟ حنا كنيسر الامور مع الناس باي طريقه، المهم الربح ديالنا هو حاجه غادي تتباع. مثل الاخوان هادشي اللي كاين، اللي بغاها مرحبا به. الثمن ديال السيد كيطلب فيها الثمن نورمان 6500 درهم، 6500 درهم راه هي كاينه حداها غير في هاد الشريحه هذا، راه بعتها والله العظيم الى ب 7400 درهم باش بعتها، ماشي بزاف. هادي شارع واحد، منطقه واحده، ومساحه واحده. انا يعني كنقول لكم بالنسبه للتجاره، باش تقولوا لي علاش هذا كيبيع، علاش هذا باع بهذا الثمن، وعلاش هذا باع بهذا الثمن. التجاره كل واحد باش كيبيع، كاين اللي مزير كيبيع بالثمن باغي يفك، كاين اللي كيبيع مفشش كيطلب الثمن اللي بغا هو، كاين اللي شرا، كاين البقعه اللي تباعت 3 4 5 6 ديال المرات كيكون اي تجاري كيدي فيه البركه ديالو كتطلع في الثمن، كاين اللي شرا من الشركه كيكون رابح واحد المقدار ولكن كيقنع بديك المقدار هذاك. التجاره فيها وفيها، كتلقى بعض البلاصه نفس البلاصه وكتلقى الثمن الثمن ماشي بحال فحال. هادشي اللي كاين الاخوان، الانسان غادي يمشي مع السهله. وهاد البلاصه هادي كما قلت لكم كاين جوج ديال القطعات، قطعات مزيانين، ما كيتما المساحه مزيانه، والثمن ديالهم 6500 درهم. السيد غادي يحيد غير شي بركه صغيره، ما بغيتش انا ندير الثمن زايد، ما يمكنش، انا باغي نعمل الثمن مناسب باش اي واحد غادي يعجبه، باش الانسان غادي يصل الامور مع الناس. هادشي اللي كان الاخوان، والله يجزيكم بخير، بارك الله فيكم. حاولوا تبارطاجوا الفيديو، الاخوان اللي عنده شي حاجه باغي يبيعها يتواصل معايا، وغنديروا شي وقيته مناسبه ان شاء الله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا لكم بزاف، عواشكم مبروكه، كنتمنى الله يسهل على الجميع. هادشي اللي غادي نقوله، الله يسهل على الجميع، وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم. انتم الاخوان، هذه هي التجزئه ديال البحيره، والارض كتواجد هنا في هذا السيكتور هذا كما كتشوفوا هنا. تبارك الله الدنيا راه عامره، الامور هنا محركه، كلشي كيبني، كلشي كي نتوما عارفين، الارض كامله مبيوعه كما كتشوفوا هنا. تبارك الله البناء موجود، الارض كيتسمى بالمحافظه ديالها، بالتيتر ديالها، مسائل ديالها كامله قانونيه. مثل الاخوان، الناس اللي كتسول على حاجه ديال التيتر، حاجه ديال التحفيظ كما كتشوفوا، هذه هي التجزئه ديال البحيره، وهذه كتبع بالتنازل، كيتما تمشي مع السيد عند الشركه كيتنازل لك على القطعه ديال الارض، وانت هي كتمشي كتحفظ على السميه ديالك بحال اللي كيديروا الناس كاملين، وما كاين حتى شي مشكل. الجامع، ها هي الجامع كما كتشوف، الجامع ديال البحيره هي هذه. وهذا الشيء اللي كان الاخوان، شكرا، الى اللقاء اخر، بارك الله فيكم.